استاذ زين مرحبا بك. انا توصلت بهذا الاستدعاء هذا كيقولوا لي نوقف نوقف في الباب ديال القاعة 3 في الزوج. ما ها سبب ما نعرف قالوا لي نوقف في الباب ديال القاعة 3 في الزوج مكتوبه مكتوبه هنايا ها ان يحضر الى مقر المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 30/11 امام قاعة الجلسات رقم 3 على الساعة الثانية وذلك تنفيذا لتعليمات السيد وكيل الملك. فانا غادي نمشي دابا للباب ديال القاعة رقم 3 وغادي نوقف ونشوف اش غادي يوقع. نقول لكم كلمة واحدة يديروا اللي بغاو ما غادي يكونوش اقوى من فرعون. التهم اللي كانت موجهه لك استاذ ما نعرفش واش كون عارف ان شنو التهمه موجهه ليا واش كنعرف واش كتظنوا بانه كيديروا شي مجهود باش يتهموك بشي حاجه منطقيه ما نعرف باش غادي يبغيو يتهموني. ما تنساش بان فرعون واحد النهار قال لهم دابا نخمم ومشى نعس ولا غدا قال لهم اني لا ارى لكم الها غيري. قال له بديت كنخمم مزيان كنشوف انا بوحدي اللي يمكن يكون الاله ديالكم. شنو دار له سيد ربي؟ غبره هو والجيش ديالو والقوه ديالو والسلطه ديالو وكل شيء. فالظالم اللي كيظن بان يمكن له يقوم مقام الله سبحانه وتعالى ويقرر ان اللي غادي يوقع لي راه قرر الله سبحانه وتعالى ماشي العبد. باش تكون الامور واضحه يقيني في الله هو مطلق. رجل القانون هل لك ثقة في القضاء المغربي؟ أنا الحاجة اللي ما نشوفهاش بعيني الحاجة اللي كنعرف مسبقا ما نتلقاش بها في الدنيا ما كنأمنش بها ما عدا الله. ما عدا الله سبحانه وتعالى عارفه ما نتلقاش بها ولكن كنأمن به باستثناء الله سبحانه وتعالى النهار اللي نشوف العدالة نأمن بها. يقولوا اللي بغاو. واش زيان مستهدف؟ منين من طرف مستهدف؟ من طرف الله أبدا. من طرف العبد المخلوق لا قيمة له بالنسبة لي. شكرا سي زياد. أنت داخل دابا المحكمة واش مرتاح؟ أنا داخل المحكمة وإيماني في الله كبير جدا كبير واللي قرر الله هو اللي غادي يكون. وبما أنه الله كيقول لك إن تنصروا الله ينصركم أنا عارف بأن أنا كنصر الله وبالتالي ما كانش شيء ما ها واحد الكمامة ها الكمامة الإخوان لأن هذا محل رسمي ها؟ ضرب 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 ضرب